وينضم معنا من اسطنبول للحديث عن انهيار القطاع الصحي في العراق وفشل الحكومة في احتواء أزمة كورونا مع ارتفاع أعداد المصابين إلى نحو 2000 إصابة يومية. الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك معنا أستاذ حسين. يعني ماذا يعني استمرار البلاد بتسجيل نحو 2000 مصاب بفيروس كورونا ونحو 100 وفاة يوميا تقريبا؟ يعني هذا هو طبعا فيروس كورونا لحد الآن لا يوجد له لقاح ولا يوجد له علاج. ما هو موجود له من كيف يتعاملون معه هو من خلال الوقاية ومن خلال المستلزمات الطبية. أعتقد اليوم المستشفيات العراقية هي تعيش فيها أزمة كبيرة جدا وحادة في المستلزمات الطبية، وخاصة في الأكسجين والكمامات والمعقمات وإلى آخره. هذا يثبت قطعا بأن هناك فساد مستشري في الوزارة التي استولى عليها التيار الصدري منذ 2006 إلى الآن، وهو كأنما هي عقار ملك له. هذا يثبت الفساد من ذلك التاريخ إلى اليوم. اليوم البنية التحتية للمستشفيات منهارة، اليوم المستلزمات الطبية مفقودة، الأطباء يواجهون هذا الوباء بصدور عارية، المجتمع في حيرة من أمره. أعتقد أنه الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة على كل ما يجري، وهي فقط يعني لا يعني لم تقم بأي إجراء من للحيلولة دون انتشار هذا المرض. منذ البداية حذر الناس من فتح الحدود مع إيران باعتبارها مصدر الوباء أو مصدرة للوباء، وكانت الحدود مفتوحة على مصراعيها إلى أن انتشر الوباء في العراق، واليوم عدد الإصابات في العراق تساوي عدد الإصابات في إيران. نعم أستاذ حسين، يعني الأحزاب الحاكمة في العراق يعني تتحدث عن انهيار القطاع الصحي في البلاد، ما الذي كان يؤخر عمليات دعم هذا القطاع؟ يعني الغريب في العراق أن الأحزاب الحاكمة هي تقول أنه انهيار الصحي في العراق. طيب هو من الحاكم ومن المسؤول؟ ألستم أنتم المسؤولين على هذه المؤسسات وهذه الوزارات؟ ألستم أنتم من بني هذا النظام وساهم فيه ونشر الفساد في الدولة العراقية الذي استشرى فيها الفساد أفقيا وعموديا؟ الغريب أن هؤلاء هم من يتكلم عن الفساد وكأنما الفاسد هو كائن مجهول لا يعلمه أحد. يعني الحالة العراقية غريبة جدا حتى في تصريحات السياسيين سواء على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. الكل يتكلم عن الفساد، إذا من الفاسد؟ هل الشعب هذا الفاسد المسكين أم هم المصابين فاسدين؟ قصة غريبة جدا في العراق لا يقبلها العاقل ولا يقبلها منطق ولا يقبلها ولا يختلف على أي اثنين. نعم أستاذ حسين، يعني هناك تقارير صحفية تحدثت عن بيع مسوحات اختبار فيروس كورونا، لماذا بات المدنيون الذين يشكون بإصابتهم عازفين عن مراجعة المستشفيات الحكومية ويفضلون كما أشارت التقارير الصحفية دفع مئات الدولارات مقابل هذه المسوحات؟ لأن الإنسان عنده حياته يعني مقدمة على كل شيء، إذا كانت حياته مهددة وفي خطر عندما يذهب إلى المستشفى لأن أصبحت المستشفيات موبوءة وانتشر فيها الوباء، يعني ماذا يبقى عند الإنسان غير حياته يحافظ على حياته؟ فبإمكانه أن يعني يدفع كل ما يملك ويدفع وحتى لو يستدين ويذهب لينقذ حياته. اليوم أنا قرأت عن أحد الفنانين حجر نفسه في بيته ولن يذهب إلى المستشفيات. قرأت سابقا عن تقارير أنه كثير من المسؤولين يذهبون إلى الأردن ليتعالجوا ويتركوا المستشفيات للناس الفقراء والمساكين. اليوم المستشفيات العراقية أصبحت موبوءة، هذا كلام الأطباء وليس كلامنا رغم أن احنا لسنا أطباء ولا مختصين، ولكن الصورة أصبحت عامة وواضحة ومصيبة عمت على العراقيين لا تخفى على أي واحد. المستشفيات اليوم موبوءة، قلة المستلزمات، يعني قلة الأكسجين، قصة الأكسجين اشتهرت من الناصرية إلى الرمادي إلى مناطق أخرى، ومعروف قصة الأكسجين كيف يعني من هي الجهات المستفيدة ومن هي الجهات التي تمنع إنتاج الأكسجين بما يكفي للمستشفيات. حتى على مستوى رئيس الوزراء يعقد اجتماع لمعالجة مثل هذه المشكلة البسيطة، وهذه المشكلة هي تكفي لأقل من وزير أن يعالج مثل هذه المشاكل. نعم أستاذ حسين، يعني أمام هذه الجائحة لماذا لم تتحرك الحكومة مثلا باتجاه إقامة يعني مستشفيات ذات قدرات استيعابية كبيرة أو متوسطة كما في العديد من دول الجوار؟ سيدي
ما موجود في العراق من فساد لا يمكن ان يقيموا مستشفيات حتى لو كرفانات. انا تكلمت سابقا عن مدينه الموصل كان فيها ما يقارب 4000 سرير، اللي مجموع محافظه اثنين، واليوم لا يوجد فيها 1000 سرير، دمر منها 9 مستشفيات من مجموع 13 مستشفى. استهداف المستشفيات في فتره الحرب مع تنظيم داعش دمر كل المستشفيات، وكانما نحن داخلين في حرب عالميه. استهداف المستشفيات من قبل الطائرات والصواريخ، هل يعقل هذه الطريقه التي تواجهون بها منظمات ارهابيه صغيره؟ ام هو القصد منه استهداف هذه المستشفيات؟ جريمه استهداف المستشفيات هي جريمه حرب، حتى لو كانت حرب عالميه او حرب بين دول، فكيف بدوله او تحالف كامل يقاتل منظمه؟ نعم. هناك تدمير للبنيه التحتيه وخاصه للمستشفيات، مما الان عكست سلبا على المدن. اليوم يحجرون المرضى في الجوامع في المساجد. نعم. وكانما هي للحجر الصحي وليست للعباده، هذه دور عباده مقدسه. اين انتم واين كنتم في تلك الفتره؟ واين الميزانيه التي استلمتموها؟ نعم استاذ حسين، حتى كرفانات لحجر المصابين. الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعاوي كان معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.